أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة من العاصمة تونس، متابعة لنتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 يوليو على مشروع الدستور المطروح من قبل الرئيس قيس سعيد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت حصول مشروع الدستور على موافقة نحو 95% من المصوتين. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الهيئة تصرح بقبول النتائج وتفتح الباب لتقديم الطعون قبل إحالتها للنشر في الجريدة الرسمية. عدد الأصوات المصرح بها لكل إجابة. الإجابة بنعم 1,607,884 إجابة بنعم بنسبة 94.60%. الإجابة بلا 148,723 إجابة بنسبة 5.40%. الفصل الثاني، تبعا لتحصل الإجابة نعم على الأغلبية من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وقال بوعسكر إن الاستفتاء على الدستور جرى بطريقة سلسة على الرغم مما وصفه بمحاولات التضليل. لقد دار الاستفتاء في الداخل والخارج بطريقة سلسة وفي ظل تنظيم محكم، رغم التشكيك في استعداد الهيئة وفي استقلالية قرارها، بالإضافة إلى محاولات الإرباك والتضليل التي تكثفت في الأيام القليلة الماضية، لكن ذلك لم يحبط عزائمنا بل جعلنا أكثر إصرارا على النجاح. معنا من تونس مراسل سكاي نيوز عربية سيف الدين العامري. سيف الدين، أطلعنا على ما يجري خصوصا بعد تلويح المعارضة بوجود بعض التجاوزات. صحيح فضيلة، وهذا متوقع وطبيعي. طبعا هيئة الانتخابات قد أصدرت بلاغا منذ قليل قالت فيه أن هناك فعلا بعض الأخطاء التي تسربت إلى رقن النتائج بالنسبة للجهات. هناك نوع من الأرقام الإضافية والمضخمة لدى بعض المكاتب، ولكن تستدرك هيئة الانتخابات قائلة إن عدد الأصوات الذي تم احتسابه كان هو المصدر الوحيد للنتائج التي صدرت أمس بنسبة أو بشكل رسمي ومؤقت، لكن ما حدث بالنسبة لنشر تلك الأرقام أن هناك أخطاء في الرقم وأن الهيئة قد سحبت تلك الأوراق وتعيد ترتيب الجداول التي وضعت لتنشر للرأي العام. عديد المراقبين في المقابل يؤكدون أن عملية الاستفتاء قد حدثت في ظل الشفافية والهدوء والسلاسة المطلوبة لنجاح أي انتخابات. هذا قيل بالنسبة لمن راقبوا الانتخابات من الجامعة العربية وعديد الجنسيات الأخرى. طبعا هذه الأخطاء واردة، وقد سمح القانون للأحزاب حتى في المعارضة أو الموالية لتقديم طعون لدى المحاكم المختصة والمحكمة الإدارية وفي انتظار البت فيها، ولدى كل هؤلاء الحق في شهر كامل لتقديم الطعون ثم إصدار الأحكام. نعلم جيدا أن القانون التونسي يؤكد أن نتائج الانتخابات والاستفتاء صحيح أنها تصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولكن النهائية والرسمية تصدر بحكم قضائي فضيل. شكرا لك سيف الدين العامري من تونس. الآن نرحب بضيفتنا هنا في استوديو تونس القيادية في حركة الشعب المحامية ليلى حداد. أهلا بك سيدة ليلى حداد. استمعت لمراسلنا يتحدث طبعا عن فتح باب الطعون. نعم. وإن بدا المشهد محسوما، كيف تقرأين موقف المعارضة التي قاطع معظمها هذا الاستفتاء والآن تشكك فيه؟ طبعا موقف المعارضة معلوم وسيحاربون، لأنهم يعتبر الآن حسم الأمر على المستوى الواقعي والمستوى السياسي. حسم الأمر لأن الشعب التونسي في حدود 3 ملايين
من الشعب التونسي قال كلمته بأغلبية ساحقة شاهقة، بحوالي 95% من الشعب التونسي قال نعم للدستور الجديد. وهم يحاولون الآن، ورغم أني أعلمك أن أغلب المكاتب الجهوية والمكاتب الاقتراع الموجودة في كل محافظات في تونس هي أغلبيتها من حركة النهضة، ورغم ذلك يعني أشرفوا على العملية. نعم أشرفوا على العملية، حتى الأعضاء الآن الذين يشككون في نزاهتهم ويعتبرون أن رئيس الجمهورية هو من عينهم، هم كذلك تم تعيينهم سابقا في الهيئة العليا المستقلة، وأغلبهم مارسوا العمل في الهيئة العليا منذ 2011 إلى حدود هذا التاريخ. لم يقدم رئيس قيس سعيد أي شخصية خارج من كان داخل الهيئة العليا للانتخابات. فهل كانت الانتخابات في 2019 بنفس الأعضاء نزيها واليوم يشككون فيها؟ فهذا هو يعني صرخة الأخيرة لكنس ما تبقى من الإخوان المسلمين الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة، وأصبحوا الآن هم يحاولون قدر الإمكان من داخل المؤسسات العمومية يعني تشكيك في كل شيء. يعني حتى سيدة حداد تغلغلوا في مفاصل الدولة. نعم هم الولايات، هم المعتمدين. هذا اختبار كبير بالنسبة للتونسيين. نعم. وبالنسبة لقيس سعيد. نعم. في المرحلة ما بعد الاستفتاء. نعم ليس كيف سهلة. سيتم تطهير مفاصل الدولة من الإسلام السياسي في تونس؟ نعم يتطلب وقتا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون يعني بهذا السرعة. ولكن اليوم ماذا حدث في تونس؟ حدثت رجة قوية، هو ردة الشعب التونسي، ردة الشعب التونسي أمام ما يعبرون عنه بالإسلام السياسي، بالإخوان المسلمين وتغلغلهم في مفاصل الدولة. اليوم عبروا بصوت عالي أنهم لا يريدونهم الرجوع إلى السلطة، ولا يريدونهم أن يكونوا هم أصحاب القرار. على هذا الأساس هم يحاولون إلى اليوم تشكيك في كل شيء، حتى الأخطاء المادية، تقع الأخطاء المادية. وهناك نحن أمام انتخابات نزيهة، وأكبر دليل أن ما تم نشره البارحة والإعلان عليه هو النتيجة الأولية، لأن النتيجة النهائية ستكون بحكم قضائي، أي بعد شهر من الطعون. إن كان هناك إخلالات جوهرية وحقيقية في مضمون الانتخابات أكيد سيتم بحكم قضائي من قبل المحكمة الإدارية التي سيكون لها الحكم والفيصل في أن تكون هذه النتائج النهائية حقيقية ورسمية، أم تكون هناك إخلالات جوهرية ممكن أن تؤدي إلى إعادة انتخابات جديدة، استفتاء جديد عفوا. ولكن الأكيد أن الأخطاء هي أخطاء مادية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تغير الحقيقة، حقيقة أن الشعب التونسي قال نعم لدستور جديد، حقيقة الشعب التونسي أنه قال نعم ل 25 جويلية، نعم للقطع مع الإسلام السياسي. نعم هذه نعم. لا تحل بشكل تلقائي مشاكل تونس الكبيرة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي والوضع الاجتماعي، وأيضا بعض المناطق مثلا من هذه الولايات في جنوب تونس المنسية. برأيك كيف يمكن معالجة 10 سنوات من الإهمال فيما يتعلق ببعض المناطق في تونس، وأيضا كيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي الآن المتردي الذي يشتكي منه التونسيون؟ طبعا الاستحقاق والاستحقاق السياسي يجب أن يتوازى معه الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي. بالتالي اليوم بعد 25 جويلية علينا العمل، عمل كلنا كمواطنين في داخل كل شخص مواطن حر عليه أن يعمل من أجل تنمية الدولة. علينا الحكومة كذلك بتطهير، لأن مفاصل الدولة تعشش الفساد ونخر الفساد. وبالتالي اليوم حينما ترجع يعني مقدرات الدولة، اليوم الفوسفات في قفصة، يرجع القطار إلى العمل وضخ يعني أموال جديدة في خزينة الدولة، وهذا رجوع للحياة إلى المقدرات الدولة. اليوم علينا الإيمان بطاقاتنا الداخلية، بقدراتنا الداخلية، بانتمائنا وحبنا هذه البلاد. أكيد سينقشع هذا السواد الذي طال لمدة 10 سنوات. أعتقد اليوم ننطلق في العمل، اليوم ننطلق من أجل تحسين وضع النسبة، لأن في 10 سنوات تغلغل الفقر،
لأن الفقر يعشش فيه الإخوان، لأن الفقر ينطلق منه الدعشة. يعني أنت تعلمين جيدا أن نسبة كبيرة من شبابنا في بؤر التوتر، أن نسبة كبيرة من شبابنا مات في البحر يبحث عن الحرية خارج وطنه، أن نسبة من شبابنا وكفاءاتنا هاجرت. اليوم علينا الرجوع إلى هذا الوطن لأنه سنبنيه جميعا. ليس لذلك يقول قيس سعيد إنها إرادة الشعب وليس إرادة الأشخاص. نعم. نحن لا نبني ديكتاتوريات. نعم. نحن نبني وطن بمجتمع قادر على البناء. المعركة ثقيلة، إرث ثقيل على مستوى يعني الاقتصاد، على مستوى ضعف خزينة الدولة. نعم. اليوم علينا البناء من جديد، وهذا يتطلب صبرا من الشعب، يتطلب كذلك طول نفس من الـ من من الـ يعني. نعم. الحكومة، وعلينا اليوم العمل هذا المستقبل. شكرا. نحن شكرا نحن متفائلين بعد 25 جويلية. إن شاء الله الـ 25 جويلية للسنة الفارطة، واليوم 25 جويلية الاستحقاق بدستور جديد. شكرا جزيلا سيدة ليلى حداد، المحامية وأيضا الناشطة في حركة الشعب في تونس. شكرا.